يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. كل التحيه لحضراتكم. يعني خلينا نقول انه تلاحم المواسم كان يعني فيه سلبيات كتيره جدا، لكن يمكن الواحد اكتشف انه الايجابيه الوحيده انه الاهلي ما كانش بيوحشنا بالشكل ده. وانا عارف طبعا انه في رغبه كبيره من متابعه الاهلي حتى لو كانت اولى مبارياته وقل وديه، لكن طبعا زي ما اتفق الجهازين الفنيين سواء للاهلي او بتروجيت كانوا بيفضلوا ان المباراه دي انها تكون غير مذاعه. وعلى كل الاحوال طبعا المباراه انتهت يمكن في الدقائق الاخيره دي بفوز النادي الاهلي، فوز عريض الحقيقه بنتيجه 5-1. هنتكلم على اللي جاي، هنتكلم طبعا عندنا ماتشين متبقيين في المشوار الاستعداد لمواجهه الاتحاد المنستيري، مباراه او بدايه قويه جدا مش سهله على الاطلاق. الحقيقه الاتحاد المنستيري عامل موسم اكتر من رائع السيزون اللي فات، وقدر ان هو لغايه اخر لحظه يمكن كان بينافس الترجي على لقب بطوله الدوري التونسي. ولك ان تتخيل طبعا فريق بيلعب مع الصفاقسي ومع النجم الساحلي ومع الافريقي وبينافس لغايه اخر لحظه على لقب البطوله، اكيد طبعا فريق عنده سكواد محترم وعنده من الكفاءه انه يظهر بشكل كويس جدا، وخصوصا طبعا انه بيواجه الاهلي المصري زعيم القاره الافريقيه. مباراه هتكون صعبه بكل المقاييس، لكن اعتقد انه المقدمات والوقت اللي بيشتغل فيه مستر كولر مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نوصل ان احنا نكون جاهزين ونكون في فورمه عاليه ونقدر ان شاء الله نتخطى الدور التمهيدي ونوصل لدور المجموعات والدنيا تسخن ونتابع الاهلي بشكله الجديد.